نحن الآن في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير المحدد خلال فترة استقبال الطلبات للترشح للانتخابات التشريعية القادمة. قمنا باستلام 30 طلب لقوائم انتخابية سواء حزبية أو مستقلة. تم اعتماد 13 قائمة منها والبقية قيد الدراسة. نتوقع خلال الساعات المتبقية أن يزيد هذا العدد إلى أكثر من ذلك بقليل، ولكن في كل الأحوال يجري الآن دراسة بقية الطلبات من أجل اعتمادها وإبلاغ مرشح أو مفوض القائمة بقرار الاعتماد. في حال تم رفض أي قائمة من تلك القوائم بإمكان مفوض القائمة التوجه إلى محكمة قضايا الانتخابات للاعتراض على قرار اللجنة، الذي يكون قرار المحكمة في هذه الحالة هو قرارا ملزما للجنة، وبالتالي يتم بعد ذلك عرض تلك القوائم جميعها للطعن وأمام الجمهور سواء على المرشحين أو على القائمة نفسها، من أجل أن يتم بعد ذلك الخروج بقائمة نهائية هي التي تعتمد يوم الانتخابات على ورقة الاقتراع. فيما يتعلق بتمديد ساعات العمل أو أيام العمل لهذه الفترة، أعتقد أنه ليس هناك أي تمديد بموجب القانون، هناك 12 يوم. أعتقد أنه كافة القوى والفصائل وكل القوائم المعنية بهذه العملية على دراية كاملة بهذه المدة المحددة. أعتقد أنه هناك مؤشر كبير على فهم هذه الحالة، وهي العدد الكبير الذي تقدم خلال اليومين الماضيين وهذا اليوم أيضا، مما يعني أنه بالفعل هناك جدية في استغلال الفرصة المتبقية لاستلام طلبات الترشح. يعني ينتهي مساء اليوم الأربعاء، هو اليوم رقم 12 في فترات التسجيل، ينتهي مع منتصف هذه الليلة، التي بالتالي لم يتبقى سوى 7 ساعات على فترة استلام طلبات الترشح.